من هم الأكراد؟ الأكراد هم جماعات إنسانية تعيش في المنطقة الجبلية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي لقارة آسيا، كما أنهم يحتلون أجزاء من إيران وسوريا والعراق، تركيا وأرمينيا، ويعيش معظمهم في مجتمعات محلية ريفية، حيث يمارسون فيها رعي المعز والماشية والأنشطة الزراعية مثل زراعة التبغ والقطن وقصب السكر. ومن الجدير بالذكر أنه كان يطلق على المنطقة التي كان يسكنها الأكراد قديما اسم كردستان. أما اليوم فإن هذا الاسم أصبح يدل على منطقة صغيرة تقع ضمن حدود إيران، علما بأن المدن الكردية الرئيسية هي كركوك وأربيل والسليمانية في العراق، وسنندج ومهاباد وكرشمانشاه في إيران، ومدينة وان وديار بكر في تركيا. ويقدر عدد الأكراد في هذه المدن بنحو 20 مليون نسمة، وتجدر الإشارة إلى أنهم يتحدثون اللغة الكردية، والتي تعتبر مشابهة إلى حد كبير للغة الفارسية. لم تتوحد الآراء حول أصل الأكراد ونشأتهم وبداية ظهورهم في كردستان، فقد ظهرت العديد من النظريات والدراسات حول أصل الكرد وتاريخهم القديم، علما بأن بعض هذه الدراسات استدلت على أصل الكرد من خلال ربط الخصائص القومية للشعب الكردي كتسمية كرد التي كانت لها مفاهيم ومعان مختلفة عما هي عليه اليوم، أو من خلال استكشاف التأثيرات الحضارية التي ظهرت في الحياة اللغوية والدينية والثقافية لمختلف شعوب الشرق الأدنى القديم، أو من خلال تحليل حوادث التاريخ القديم للأكراد ودراستها. فمنذ العصور القديمة وحتى العصر الحالي، وبمفهوم الكرد بصيغته القومية الحالية، وبالنظر إلى المعطيات التاريخية واللغوية، فإن تصنيف الكرد يعود إلى ما هو ضمن الشعوب الإيرانية. إلا أن هذا لا يعني ثبات أصل الأكراد بأنهم من إيران، فقد يكون عنصر الكرد قد امتد من منطقة غرب بلاد فارس في إيران إلى أواسط كردستان، أو قد تكون هناك قومية أخرى ذات تسمية مشابهة للكرد، ولكن من أصل مختلف ظهرت قبل مجيء الكرد من إيران واندمجت معهم. ومن الجدير بالذكر أن كل ذلك كان دافعا لظهور آراء واعتقادات عدة حول أصل الأكراد، وفيما يلي أهم هذه الآراء. فالمؤرخون العرب يقولون بأن الناظر في الوثائق الإسلامية يجد أن أقدم ذكر لكلمة الكرد كان بين سطور الرسائل المتبادلة بين علي بن أبي طالب وعامله في البصرة زياد بن أبيه، حيث ذكرت لفظة الكرد في مناسبتين، كما أن بعض العرب ذكروا الأكراد فقالوا الكرد هم سكان جبل شهرزور. وقيل أيضا إن الكرد هم من العرب ثم تنبطوا، ومنهم من يعتقد أن نسب الأكراد يعود إلى قيس كرد بن مرد بن عمرو بن صعصع بن معاوية، حيث عاشوا في الجبال طلبا للمرعى والماء، وقد اختلطوا بمن هم بجوارهم. ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض المؤرخين الذين ينسبون الأكراد إلى أصل عربي. رأي الأكراد حول أصلهم هم: يعتقد معظم الأكراد أن نسبهم وأصولهم تعود إلى الكوتيين الذين عاصروا السومريين وسكنوا مدينة بابل الواقعة في العراق، واستطاعوا السيطرة عليها في عام 2649 قبل الميلاد. إلا أنه مع مرور الوقت سقط حكمهم وتراجعوا إلى الجبال واستقروا فيها وأنشأوا نظاما داخليا خاصا بهم. ويعتقد الكردي محمد أمين زكي أن الأكراد القدماء هم من الشعوب القوقازية، إلا أنهم تحولوا إلى آريين واقتبسوا اللغة الميدية الآرية، وذلك بسبب اختلاطهم مع الأكراد الجدد. ويذكر المؤرخ الكردي محمد بيازيدي أن أصل الأكراد يعود إلى العرب، حيث يرى أن الأقوام الكردية تعود في الأصل إلى القبائل البدوية، وأنهم تحدثوا لغتهم وهي اللغة العربية، ومع مرور الوقت انفصل جزء من الأكراد عن البدو واستقروا في مناطقهم الحالية. ويعتقد بعض علماء الأنثروبولوجيا أن الأكراد هم الجماعات البشرية التي زحفت إلى مناطق وسط آسيا ذاتها، وهم الأقوام الهندو آرية، وقد استدلوا على ذلك من خلال ملاحظة الصفات الخلقية للأكراد الحاليين، حيث أنهم يتصفون بطول القامة وطول الرأس وقلة استدارته، بالإضافة إلى مشابهة لون بشرتهم وعيونهم وشعرهم للصفات ذاتها لذات تلك الجماعات. ويرى الجغرافي سترابو أن بلاد الكرد تقع في أرض فارس وميديا، كما تشير اللوائح الطينية التي وضعت في عام 2000 قبل الميلاد.
إلى أن الكرد هم أقدم المجتمعات الأرستقراطية في العالم، كما يرى المؤرخ الإغريقي هيرودوت أن الشعب الكردي ينحدر في الأصل من سلالة الكروديوني والعرق الآري.